ببيروت عقدت هيفاء وهبي وحاتم العراقي مؤتمر صحفي عن الحفل الكبير اللي راح يكون بأربيل هذا الشهر وعلى مدى 3 ليالي. مراسلتنا هناك حضرت جانب من المؤتمر ووافتنا بهذا التقرير. مساء الخير لكل الموجودين، وأنا سعيد اليوم بوجودي وياكم بهذا البلد الثاني لبنان الحبيبة، وأنا سعيد جدا بلقائي مع الفنانة هيفاء وأخويا جمال، وإن شاء الله رب تكون حفلة ممتعة في أربيل في بلدنا الثاني، وإن شاء الله رب نقدر نسعد جمهورنا اللي راح يحضرنا إن شاء الله. أنا جمهوري عارفني يعني بالعراق، وجمهوري حبيب علي وعلى قلبي، إن شاء الله رب يلتقيهم وأقدمهم كل ما يحبون من عندي، وإن شاء الله راح أقدم لهم أغنية باللهجة الكردية إن شاء الله. وأنا فراح أقدم لهم أجمل مواويل، أجمل الأغاني، ألبوم الأخير ذكرناكم أغنية شعلوم يا مهاجر يا طير، مواويل كثيرة اللي عارفها جمهور العراقي، وإن شاء الله رب أقدر أسعدهم معي وأتمنى إن شاء الله. مساء الخير. طبعا انا كثير مبسوطه على وجودي اليوم يعني بهالجمعه الحلوه، اهل الصحافه الكريمه والاعلام والميديا، وبيسعدني انه اعلن اليوم انه عن اول زياره لي لاربيل انا واستاذ حاتم. مبسوطه كثير لانه هذا التعامل الثاني مع اي ايفنت اللي اشتغلنا معه راس السنه، ومن هيدا المنبر نوعد بمناسبتين كتير كبار بأربيل بإنتاج كتير حلو، وإن شاء الله تكون إيفنت يعني نتذكرها كلنا. ربع حبي عادل كل اللي يحبون، نص حبي إلك محبتك أمك، من تنجرح أنت يسيل من نقدم نقدر حب حص وشوف دمي لو دم علي تعودت وبدوني راح تموت لحد الموت من حبي ولا فضمك هاني العلمك تتهجم عن الحب غير اللي يجي ما تقول شي عال. سؤالي للأستاذ حاتم، يعني بما انه راح تشارك هيفا بمهرجانات اربيل، هل في راح يكون تعاون بينك وبين هيفا بلحن؟ هل راح تغني هيفا اللهجه العراقيه؟ انا ما اعرف شو محضره، ممكن محضره مفاجاه يعني للجمهور العراقي، بس يعني ممكن ان شاء الله تكون بيننا تعاون، يعني انا ما قدمت الحان كثيره للفنانين العرب والفنانين العراقيين، فان شاء الله رب يكون اكو تعاون بيني وبينها ان شاء الله. هيفا هلا بيكي بيه بتعطيه باللهجة العراقية؟ أنا من الأشخاص اللي كتير معجبة بهاللهجة العراقية، بحبها كتير، وهي لهجة فيها سحر خاص، خاصة أنه كل الفنانين العراقيين معروفين أنه عندهم نبرة صوت وخامة مميزة جدا، بس هي كلهجة أكيد أنا عندي ضعف قدامها، يعني إذا تقدم لي لحن جميل عراقي وقدرت أديه ما بتردد مرتين ابدا. بنكون معك بنسهلك يعني. ميرسي. يعني نفهم انه هيفا رح تغني كردي كمان؟ والله انا بتمنى اغني كردي، بتمنى احكي كردي، وشو بدك يعني؟ انه الشعب عزيز وجمهور لطيف جدا، وانا عندي جمهور كثير كبير بكردستان ان كان او بالعراق، وانا اكثر شغله بتمناها انه انا التقي بهذا الجمهور واترك ذكرى حلوه كثير عندهم. وهن قبلانين مني غني لبناني مصري عراقي، المهم انا اكون عم غني، يمكن هن هذا هو الشيء اللي بحبوه مني، مش ضروري هلا انا عم جرب اتعلم كم كلمه كر 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 كردي